اهلا بحضراتكم معانا لتفصيل الاخبار. سبناكم دقائق وطنيه جميله فهخش على طول في تفاصيل الاخبار. نبداها من تلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصال هاتفي من رئيس الوزراء اليوناني كيريوكيس ميتسوتاكيس. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسه الجمهوريه يصرح بان الاتصال تناول التباحث حول العلاقات الثنائيه الوثيقه التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، خاصة في مجال التعاون من أجل الطاقة وقضايا شرق المتوسط. طبعا معروف أن شرق المتوسط في استفزازات تركيا، ومصر واليونان وقبرص بيتعاونوا ضد هذه الاستفزازات. الخبر اللي بعد كده، الرئيس اجتمع النهاردة مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية. تعالوا نخرج نشوف جزء من فيديو هذا الاجتماع ونرجع نكمل أخبارنا مع حضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود الدولة الخاصة بتطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية على مستوى الجمهورية، خاصة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط والتجمعات السياحية المتواجدة على هذا الامتداد الجغرافي، سواء المشروعات الكبرى المتكاملة أو محدودة المساحة، وما تم من جهود لمراجعة نسب المستهدفات التنموية التي تحققت من تلك المشروعات السياحية المختلفة، والوقوف على محاور العمل للتعامل مع التحديات في هذا الصدد. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير الاستراتيجية العامة للدولة للتنمية السياحية على نحو ينهض بالمشروعات السياحية لتصبح مقصدا تنمويا متكامل الأركان، سياحيا واقتصاديا وخدميا، مع بلورة آليات العمل لزيادة نسبة التنفيذ والتشغيل بمساحات ومواقع تلك المشروعات التي لم تكتمل، سعياً لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي قامت من أجلها بالأساس ولتوفير فرص عمل إضافية، وذلك في إطار الاستغلال التنموي الأمثل لأصول الدولة من الأراضي والسواحل وصون قيمتها كثروة قومية. يمكن قبل ثورة 2011 بعشرة 15 سنة كان بدأ الالتفات لسواحل الغردقة وجنوب سيناء شرم الشيخ وطابة ودهب، وكانت باقي المحافظتين بيصرخوا من إن مفيش أي نوع من أنواع التنمية في شمال سيناء، لكن الاستغلال كان بسبب الشواطئ الساحرة وطبيعة البحر. وبدأت تنتشر في مصر الفنادق والقرى السياحية والفنادق العائمة، والحقيقة ان احنا شغالين في هذا الامر لدرجة انه دلوقتي السواحل اللي هي جواها حلو زي العين السخنة زي الغردقة زي جنوب سيناء ما بقاش فيها مكان، يعني حتى بيستخدموا السلوجنز بتاعت الاعلانات اخر شبر في السخنة مثلا. والدولة طبعا التفتت جدا لأهمية إدارة هذه الأصول، وعملت مثلا مدينة العلمين الجديدة، عملت دمياط الجديدة، عملت الجلالة مدينة الجلالة، وفي كل مكان بتعمل جامعة بتعمل منطقة ترفيهية بتعمل فندق. فالحقيقة أنه إحنا بدأنا نستثمر بالفعل سواحلنا وكنوزنا وأصولنا غير المستغل، وده هو الحل الوحيد للتنمية والحل الوحيد كمان لمكافحة الإرهاب، وده قالوه الخبراء كثير. أروح مع حضراتكم لمجلس الوزراء اللي وافق على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن برج العرب الجديدة
السلام شرق بورسعيد، أسيوط الجديدة 6 أكتوبر، طيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، أرجو أكون بقول اسم صح، من المشروعات القومية، يعني اعتبار هذه المشروعات لإنشاء الجامعات التكنولوجية ضمن المشروعات القومية اللي بيسري عليها القانون، قانون البناء 119 لسنة 2008، حتى يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات وتسليمها في المواعيد المقررة. لما لهذه النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة طبقا لاحتياجات سوق العمل. ايه بقى قصة الجامعات التكنولوجية دي؟ الجامعات التكنولوجية دي حاجة احنا محتاجينها جدا 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 جدا. ليه؟ لانه انت بتطلع مثلا من المدارس الفنية، ومستوى المدارس الفنية الصناعية طبعا معروف، ولسه في مشروع بيتجهز دلوقتي وان شاء الله قريب يعرض على سيادة الرئيس، ويبقى في نهضة للمدارس الصناعية وبشكل غير مسبوق في مصر. ما عندكش بقى المهندس اللي خارج من جامعة تكنولوجية، يعني المهندس اللي عنده خبرة وعنده علاقة بالكمبيوتر وفي نفس الوقت عنده علاقة بالصناعة بما يؤهل سوق العمل ويملى الفراغ اللي موجود فيه. ولذلك الجامعات التكنولوجية شيء مهم جدا جدا. دائما ما أقول لكم أن الجامعات هي مفرخة الحضارة، لأنه الحضارة بتقوم على كتاف هؤلاء الصناع اللي خريجي من جامعة تكنولوجية أو مدرسة ثانوية صناعية تجارية زراعية زخرفية، هؤلاء هم عماد الوطن. طبعا احنا محتاجين الدكاترة والمهندسين والمحاسبين بس دول برضو محطوطين في منطقة مش يعني عددهم اللي انت محتاجه مش بنفس احتياجك، لانك تقوم الصناعة محتاج عمال مدربين، محتاج عمال مهرة، محتاج مساعدين مهندسين، محتاج مهندسين جودة، محتاجين مهندسين صيانة، محتاجين مهندسين تصميم. ان شاء الله يعني ده خطوة كويسة جدا. تعالوا نروح لزيارة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية لجمهورية شمال السودان، اللي انتهت النهاردة بعودة سيادته إلى أرض الوطن عقب انتهاء الزيارة على خير. بعد مشاركة اللواء الفريق محمد فريد عفوا على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية، حيث أجريت كل مراسم الاستقبال الرسمية لسيادته بالعاصمة السودانية الخرطوم. هرجع مع حضراتكم لموضوع الحكومة والجامعات التكنولوجية قبل ما نروح نشوف فيديو الزيارة. معايا الأستاذ عبد اللطيف حامد مدير تحرير مجلة المصور. مساء الخير يا فندم. أستاذ عبد اللطيف، ألو، أستاذ عبد اللطيف. طيب تعالوا ناخد الفيديو خاص بخبر عودة رئيس الأركان، وبعد كده نكون تواصلنا بشكل أفضل مع الأستاذ عبد اللطيف. تفضل. عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة السودان الشقيق، وذلك بعد مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم. وتناولت اجتماعات اللجنة بحث عدد من الملفات التي تدعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين، كما أسفرت عن الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان، خاصة في مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية. واشتملت الزيارة على لقاء السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني برئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، حيث نقل لسيادته تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمنا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين،
كما التقى بوزير الدفاع السوداني ونقل لسيادته تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث أكد على عمق العلاقات المصرية السودانية باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية. ثم التقى برئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين. من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة هذا المعدل من اللقاءات والنتائج على صعيد التعاون العسكري المشترك يعد إنجازا غير مسبوق وخير دليل على الأولوية التي تعطيها القيادة السياسية في البلدين والتي تربط بين بلدينا ويزداد أواصرها في أوقات الأزمات وتصاعد التحديات إيماناً وقناعة منا جميعاً بوحدة الهدف وتكامل الأمن القومي المصري والسوداني. كما أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة يعد اهتماماً لإطار التفاهم والتنسيق العسكري لتعزيز العلاقات العسكرية المصرية السودانية. حضر الاجتماعات عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية. أستاذ عبد اللطيف حامد مدير تحرير مجلة المصور، مساء الخير يا فندم. أنا سامع صوت حضرتك بس مش عارف إذا كان كده السادة المشاهدين سامعيننا ولا لا، لأني مش سامعه من خلال السماعة. زمايلنا بقى يأكدوا لي. أنا سامعك كويس. أيوة أهلا وسهلا بحضرتك. موضوع أستاذ عبد اللطيف إنه مجلس الوزراء يسارع في انتهاء التراخيص الخاصة بالجامعات التكنولوجية عن طريق إن هي تبقى ضمن المشروعات القومية ينطبق عليها قانون 2008 رقم 119. أعرف تعليق حضرتك على هذا الخبر يعني. أولاً مجلس الوزراء النهاردة بصراحة كان عنده اجتماع هام، كان فيه 8 قرارات كلهم أهم من بعض بصراحة. أي. أنت طبعاً اخترت القرار الأول وأنا بحييك على ده، لأن الجزء الخاص بالجامعات التكنولوجية إحنا محتاجينه بشدة في مصر خلال هذه المرحلة. ده حقيقي. إحنا عندنا مشروعات قومية بطول وعرض مصر من أسوان إلى اسكندرية في كل التخصصات في كل القطاعات في كل المجالات. أيه. محتاجين كل الخبرات. صحيح. ميزة يعني الجامعات التكنولوجية إن هي بتوفر لنا خريجين وفقا لبرامج وتخصصات جديدة إحنا محتاجينها. أيه. صحيح في بعضها موجود في الجامعات الحكومية الحالية والجامعات الخاصة، لكن بقى الجامعات التكنولوجية هتعمل طفرة في المنطقة. هو يبدو ان استاذ عبد اللطيف عنده مشكلة في الشبكة في المكان اللي هو موجود فيه لان صوته بعد قبل ما الخط يقطع. على العموم لو حضرتك شايفني انا بعتذر وبشكر حضرتك مرة تانية استاذ عبد اللطيف حامد مدير تحرير مجلة المصور. طيب تعالوا نروح لانطلاق أعمال الدورة العادية للجامعة العربية. انطلقت اليوم أعمال الدورة العادية للجامعة العربية. خلال الافتتاح توجه الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري بالشكر لجميع الأطقم الطبية بالدول العربية الذين يتحملون عبء مكافحة فيروس كورونا، وقال إن مواجهة أزمة الفيروس يتطلب تكاتف الجهود العربية، وإن مصر تؤكد تمسكها بضرورة الحفاظ على علاقات الأخوة بين الدول العربية ما يصب في صالح الشعوب العربية جميعا. تعالوا نخرج نشوف جزء من هذا الاجتماع ونرجع مع حضراتكم. وفيما يخص الوضع على الساحة الليبية، لم تدخر مصر جهدا من أجل المساهمة في إقرار الأمن والسلام في ليبيا والوقوف في وجه الأفكار الظلامية التي تدفع بها بعض الدول التي تسعى سوى لتحقيق أهدافها حتى وإن كان ذلك على حساب أمن وقدرات الغير. كما أن الحدود الممتدة التي تجمع مصر بليبيا ووشائج الدم بين الشعوب تجعل من مصر أكثر حرصاً على أن تنعم ليبيا وأهلها بالأمن والأمان، ولذلك سعت مصر للتوصل لتسوية سياسية بناء على مخرجات برلين وقرارات الشرعية الدولية، ودعمت المفاوضات التي تضم كافة الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة،
وصولا لاتفاق الحوار الوطني الليبي الأخير بجنيف واختيار رئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي، وهو ما يشكل في مجمله خطوة على الطريق السليم، إلا أننا نؤكد على صعوبة تحقيق الاستقرار المرجو دون إنهاء كافة التدخلات الخارجية في ليبيا، مع ضرورة استمرار احترام وقف إطلاق النار. قد أكدنا خلال الاجتماع الوزاري الثاني للجنة العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية الذي عقد صباح اليوم على رفضنا القاطع لاستمرار التدخلات التركية في المنطقة، والتي تنطوي على وجود قوات عسكرية تركية على أرض دولة عربية شقيقة. ولا شك أن هذه السياسات لم تؤدي سوى لتعميق حدة الاستقطاب وإسكاء الخلافات. السادة الحضور، 10 أعوام مرت ولا زالت أزمة سورية تدور في حلقة مفرغة، والشعب السوري وحده هو من يدفع الثمن بلا أي أفاق يحمل على التفاؤل في المستقبل القريب. وأقول من موقعي هذا أن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية كدولة فاعلة ومستقرة لهو أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي، إلا أن ذلك يفترض أن تظهر سوريا بشكل عملي إرادة للتوجه نحو الحل السياسي المؤسس على قرارات مجلس الأمن، فاستيعاب المعارضة الوطنية من شأنه تخفيف حدة النزاع وتعبيد الطريق لكي تخرج سوريا من أتون تلك الحرب المستمرة إلى بر الأمان. وإذ أن وجود سوريا موحدة آمنة قوية ومستقرة يجعل من المشرق العربي خط الحماية الأول للمصالح العربية، ومن ثم فإن الحل السياسي ينبغي أن يسير قدما بقدم من خارج جميع القوات الأجنبية من جميع الأراضي السورية، وفي مقدمتها الاحتلال التركي والعمل الدؤوب من أجل دحر التنظيمات الإرهابية التي يمتد لهيبها ليحرق الأخضر واليابس ليس في سوريا وحدها ولكن في جميع أرجاء المنطقة. وفي اليمن فإن مصر ملتزمة بدعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الصراع، واسمحوا لي أن أؤكد في هذا السياق دعم مصر الكامل لإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية من أجل حماية أراضيها في وجه الاعتداءات الحوثية المتكررة، كما أنني أطالب الجانب الحوثي بالاستجابة للمبادرات الدولية والإقليمية للقبول بوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية على أسس قرارات الشرعية الدولية، وبما يحفظ على وحدة اليمن، فالشعب اليمني الشقيق يدفع أثمانا غالية جراء هذه الحرب، ولذا فإن المسؤولية لإنجاز هذا الهدف يتحملها الجميع، ومصر على أتم الاستعداد لبذل كافة الجهود من أجل أن يعود اليمن سعيدا كما كان، فهذا ما يستحقه اليمنيون على اختلاف مشاربهم. دكتور صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مساء الخير سيادة السريف السفير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بسعادتك يا فندم. سيادة السفير، يعني اجتماع مهم لوزراء الخارجية العرب، وكلمة أعتقد أنها شديدة الأهمية لمعالي وزير الخارجية المصري، أحب أعرف تعليق حضرتك على أهم ما دار في هذه الجلسة النهاردة. طبعا لا شك أن هناك نقاط ورسائل عديدة وردت في كلمة السيد وزير الخارجية، أيوة، وأيضا في كلمة الأمين العام وكلمة السادة الوزراء، أيوة، لكن نستطيع أن نؤكد على نقاط أساسية تكاد تكون هي جامعة شاملة لكل ما ورد. لعل أبرز ما جاء في هذا الصدد هو التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك والرجوع إلى التضامن العربي، أيوة، ووحدة الصف العربي تجاه أي قضية من القضايا التي تشغل الشعوب العربية والدول العربية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي أو الدولي. النقطة الثانية في هذا الصدد هو القضية الفلسطينية التي احتلت مكانة بارزة في كلمات السادة الوزراء جميعا وأيضا معالي الأمين العام.
لا شك أن القضية الفلسطينية كان هناك إجماع على المبادرة السلام العربية وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف إلى حدود في حدود 67 كما ذكر 4 يونيو 67. النقطة الثانية فيما يتعلق بالقضايا الساخنة سواء كان في اليمن سواء كانت في ليبيا سواء كانت في سوريا بصفة خاصة، فأعتقد أن لكل قضية كان هناك كلمات نستطيع أو مصطلحات نستطيع أنها هي تقول أنها هي مفتاح الحل أو مفتاح الرؤية لكل منها. فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالقضية الليبية هناك تأكيد على نجاح الجهود الدولية والحوار ومنتدى الحوار واللجنة العسكرية، لكن في إطار لابد أن ينتهي التدخل الأجنبي ويتم إخراج كافة الميليشيات المتطرفة وحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية. إذا انتقلنا إلى سوريا على سبيل المثال شهد أيضا بالجهود الدولية وضرورة أن تحتضن الحكومة السورية المعارضة وأن تدخل في ميزان التسوية السياسية. كنت عايز أسأل سعادتك سيادة السفير في النقطة دي بالذات، أنه جاء في كلمات سيادة الوزير السفير سامح شكري أنه ندعو الإخوة السوريين لبدء المسار السياسي واستيعاب المعارضة الوطنية. طبعا دي دعوة لنظام الرئيس بشار الأسد، فيعني هيت حتك تكلمنا شوية عن رؤية مصر تجاه ما يحدث في سوريا. وطبعا ما يحدث في سوريا هناك ما لا شك أن تدخل أجنبي، هناك تدخل أجنبي من أطراف عديدة، فلابد من هذا التدخل أن يتراجع وأن يخرج أي تواجد أجنبي على الأراضي السورية وأن يحل السوريون يعني مشاكلهم أو مشكلتهم بأنفسهم، يعني يمتلك العملية السياسية بأنفسهم. وفي هذا الصدد جاءت الكلمة المفتاح في حل التسوية، وهو أن يكون هناك نوع من الاحتضان، نوع من القبول من جانب النظام والحكومة السورية للمعارضة. أعتقد أن هذا هو ملخص ما يتعلق بالأزمة السورية. طيب بالنسبة لليمن سيادة السفير، حضرتك كنت عايز تعلق على كلمات وزير الخارجية المصري بخصوص اليمن أو ما دار في مناقشة مشكلة اليمن والحوثيين وما يحدث فيها. يعني فيما يتعلق باليمن هو هناك تثمين للجهود الدولية، جهود الأمم المتحدة، وأن هذه الجهود يجب أن تنتهي بتسوية سياسية شريطة أن الحوثيون يقبلوا بهذه التسوية ويدخلوا في مفاوضات سياسية تفضي إلى تسوية بين الأطراف المتنازعة في اليمن. لكن في نفس الوقت هناك تأكيد على دعم السعودية في موقفها للدفاع عن أي اعتداء أو انتهاكات لأراضيها، باعتبار أن هذا حق شرعي يستوجبه حق الدفاع على النفس طبقا لقرارات الأمم المتحدة وميثاقها. دكتور صلاح، أخيرا أسأل سعادتك عن قطر، يعني بتشوف سيادتك أنه قطر بدأت فعلا تلتزم؟ احنا عندنا الخبر اللي جاي من خارجية قطر عن انها بتسعى لعلاقات متينة مع مصر هل سيادتك بتشوف انه قطر بالفعل بدأت اجراءات تخص التهدئة وتحقيق المطالب 13 الخاصة بالرباعي العربي، منها لتعود للحضن الخليجي والعربي مرة اخرى؟ والله يعني كل ما استطيع ان اقوله في هذا الصدد هو تفاؤل يشوب قدر كبير من الحذر. يعني نأمل ان بالقطع هناك إرهاصات وإرهاصات هي كلمة تعبر تقريبا عما أراه، يعني بدايات قد تدعو إلى التفاؤل، لكن هذا التفاؤل يجب أن يكون حذرا لأنه يتسم بقدر من البطء. بشكرك جدا يا فندم سيادة السفير دكتور صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لسعادتك. أقول مع حضراتكم بقى تفاصيل الخبر النهاردة. اجتمع سيادة الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني، ولاحظوا انه مش هو ده وزير الخارجية اللي كان موجود وقت ما كان الرباعي العربي واقف ضد التصرفات القطرية. دي مسألة برضو مهمة جدا، لانه تغيير هذه الوجوه مسألة شديدة الأهمية في الأنظمة السياسية عشان تقدر تتعامل مع
الدول اللي كان في مشاكل بينها وبين نظامها قبل كده. وزير الخارجية القطري الحالي محمد بن عبد الرحمن قال ثاني هو على هامش اجتماعات جامعة الدول العربية في دوراتها العادية، هو اللي اجتمع مع سيادة السفير سامح شكري وزير الخارجية لمصر. وزير خارجية قطر خلال مؤتمر صحفي أكد حرص بلاده على عودة العلاقات المصرية القطرية، وقال نسعى إلى أن تعود العلاقات القطرية المصرية إلى علاقات قوية ومتينة. اتسم اللقاء بين الجانبين بالتفاؤل وبالإيجابية. المسألة اللي قلتها لحضراتكم دي مسألة شديدة الأهمية، ما أقدرش أشتغل مع حد ما برتحلوش، مش هقول ما بحبوش، ما برتحلوش، يعني أنا حاسس إنه عدوي وأنا أشتغل معاه إزاي؟ يعني إزاي ننسق وإزاي نبني جسور من الثقة وإزاي نبتدي نشوف بقى العلاقات الثنائية وما يترتب عليه. إحنا رجعنا الطيران وهو لقاءاته هو وزراء الخارجية العرب، وكان في اتفاق العلا في السعودية لعودة قطر للحضن العربي. نتمنى أن تكون قطر قوية بدرجة كافية لأن تقف ضد كل ما فعلته سابقا وضد المخططات التي كانت يعني تخضع لها بأن تحارب بالوكالة لقوى عظمى أخرى، بحاول أن تقي أقل الألفاظ يعني إلاما، وفعلا تدرك أن الحضن العربي زي ما كانت قبل كده هو اللي ممكن يوفر لها الدور الحقيقي والكبير اللي كانت بتبحث عنه بأموال كثيرة تصرف من المفترض على هذه الدول، دول الجوار العربي، مش لصالح تركيا ولا لصالح أمريكا ولا لصالح أي حد. طيب نروح للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اللي أعلن النهاردة أنه جاري بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية جاري دراسة تقنين أوضاع الباعة الجائلين ومساعدتهم لتوفيق أوضاعهم وتحويلهم للاقتصاد الرسمي. وقال أيضا على هامش توقيع الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لتأمين لتقديم تغطية تأمينية لخمسة مليون تاجر وأسرهم المنتسبين للغرف التجارية، أنه سيتم عقد تقنين أوضاع الباعة الجائلين ضمهم إلى بوليصة التأمين التي سيتمتع بها التجار وفق هذا البروتوكول. من جانبه أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية دكتور علاء عز أن حصر الباعة الجائلين يعد جزءا من دراسة أشمل لضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة العمل الرسمية. دكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين. دكتور وائل، بحت أصواتنا في حوالي عقد كامل من الزمان لضم الباعة الجائلين وغيرهم من أعمال السمسرة ووا إلى الاقتصاد الرسمي. أولا يبقى عندنا أرقام حقيقية للبطالة، ثانيا يبقى عندنا أرقام حقيقية لتحقيق الإنجاز في الاقتصاد المصري، ثالثا نستطيع أن احنا نستفيد بيهم كمواطنين بشروط اللي اتكلمنا عنها قبل كده، باقتطاع هامش ثابت ضئيل جدا من ربحهم في مقابل ان هم يكونوا بيشتغلوا بشكل سليم، ما حدش يقعد يرازيهم كل شويه ويلاقوا نفسهم بيدفعوا من تحت الترابيزه اضعاف من اللي هيدفعوه للدوله نظير الاعلان عن نشاطهم، واللي مطلوب منهم دلوقتي ان هم زي ما هيقولوا زي ما الدوله هتوافق. بالفعل هو الاطروحه تقريبا بتنقسم الى قسمين، اولا ضم الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي. أيوة. وفي بعض البيانات بتقول ان الاقتصاد الغير رسمي يتراوح تقريبا من حوالي 40% من اجمالي الناتج المحلي، وده رقم كبير جدا 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 عليه. يعني احنا خسرانين هذا الرقم قدام المجتمع الدولي، كان دول ما بيشتغلوش وكان ده مش بيتحرك، بعكس دول اوروبا وامريكا بيحبوا اكتر دول لان طبعا ما بيدولهمش كل الحقوق بتاعه المواطن بتاع الدوله. بالفعل ده بيأثر على المؤشرات بتاعتنا والارقام الاقتصاديه بتاعتنا اللي احنا بنحاول ان احنا نطلعها كدوله مصريه. أيه. عشان نقدر احنا نحسن من طبيعه الاقتصاد بتاعنا او الارقام اللي بتطلع. أيه. انما اللي احنا عايزين نتكلم عليه ان الدوله بالفعل تحاول تتبنى الباعة الجائلين، الباعة الجائلين النهارده التوصيف بتاعهم بيبقى في اكتر من مكان، منتشرين في الاسواق في الشوارع في كافه الاماكن في وسائل المواصلات وما شابه ذلك، ودي تقريبا كميه كبيره جدا اللي هو واحد بيدبر لنفسه وظيفه، يعني احنا بنتكلم ان المجموعه دي هم على قد ما هم يعني يعتبروا مع احترامي في لفظ مهمشين، ولكن هي مجموعه كبيره جدا وهامه جدا، وكل واحد فيهم بيحاول ان هو ياكل او بيدور على نفسه.
الدوله بتعمل عمليه اعاده مره اخرى تنظيم السوق ده، او ان احنا بنقول والله سوق العمل ده الدوله حاول تنظمه تاني، سواء من اسواق عشوائيه موجوده في كافه انحاء الجمهوريه. يعني احنا بنتكلم مثلا التطوير اللي بيتم في السيده زينب، السيده عائشه، التطوير اللي بيتم النهارده في القلعه، التطوير النهارده اللي بيتم في الاسواق الشعبيه بعض الحقيقه انه حضرتك ما اعرفش اذا كنت حضرتك عملت زي وتجولت ليلا في المناطق ديت وشفت الاضاءه بتاعه المناطق الاثريه وجمالها تحولت الى مناطق سياحيه بالدرجه الاولى بعد العشوائيه الفظيعه اللي كانت فيها. بالفعل، وعشان الدوله النهارده بتحاول انها تطور نفسها بنفسها لازم النهارده تخلق وظائف واماكن متخصصه للناس دي. يعني احنا النهارده بنتكلم على الاسواق زي سوق الجمعه مثلا، الدوله بتحاول اعاده تنظيمه مره اخرى، الدوله بتحاول تفكك كل الاماكن دي واعاده تفكيك وتنظيمها مره ثانيه. بس الدوله مش هتستنى النهارده انها يعني فتره كبيره جدا لغايه الاسواق دي ما تنتظم، لا، بتحاول انها تتبنى او تجذب بالفعل مجموعه من الباعه الجائرين او المتجولين من كافه اشكال وعملهم على مستوى الجمهوريه، وتحاول تطلبهم من وثيقه تامينيه عشان تقدر تعمل لهم برضه النهارده قوت يومهم، لا قدر الله حصل اصابه، لا حصل عجز، لا حصل اي حاجه، تقدر الاسر بتاعتهم بالفعل تعتمد على مصدر النهارده للدخل بخلاف العائد اللي كان موجود وقائم برعايه هذه الاسره. فدي خطوه جيده جدا من الدوله، ولكن اللي احنا بنتكلم عليه انا عندي رؤيه متخصصه شويه. اتفضل. ليه الدولة النهاردة ما تحاولش تستفيد من عملية إنتاج القطاع العام وقطاع الأعمال وتبتدي توزعه على الناس دي وتقول لهم والله يا جماعة أنتوا النهاردة يعني مع رخص حرة، بس سوقوا لي النهاردة منتجاتي بتاعت الغاز والنسيج، سوقوا لي منتجاتي النهاردة الخاصة مثلا بالسلع الغذائية ومشبه ذلك، خدوا النهاردة جزء كبير من السلع الرمولية بتسوقوها. أنا أعتقد يا دكتور وحضرتك تصلح لي إنه فكرة زي دي ممكن يكون أنسب المشروعات الصغيرة، لأنه لازم يكون في مكان ولازم يكون في سجل صحي إذا كانت بضائع صحية يعني ده أمل بعيد شوية. لا ما كلمة أنا دكتور وائل، حضرتك لو تكرمت عليا بأنك تتوجه نحو شبكة أفضل بخطوتين يبقى يا ريت، عشان أنا الإجابة الأخيرة لم أستمع منها لشيء. حضرتك احنا بنتكلم النهارده على موقف الناس دي الدوله بتحاول تقننهم يبقى عندهم النهارده ورق قانوني سواء من الصحه او سجل اعطاء ضريبيه او مش ذلك، زي ما احنا نوينا ان احنا ندخلهم داخل الاقتصاد بس. فاحنا بنتكلم ان انا النهارده اركز على الناس دي وابتدي اتعامل معاهم بموجب حاجه واحده بس، ان ده راجل اعمال صغير او ايوه بالظبط طبعا انا مع حضرتك 100%، بس خليني اقول لك ان الصدمه لازم تيجي على مراحل. يعني الاول اقول لهم وثقوا وخليكم في اللي انتوا فيه، اللي بتعرفوا تجيبوه كبضاعه. عشان كده انا بتمنى ان الدوله تبتدي تطبق معاهم مشروعات متناهيه الصغر، انها بتديهم القرض النهارده بتاع مشروعات متناهيه الصغر بعد تقنين اوضاعهم، وتبتدي تجذبهم للاقتصاد الرسمي، ويبتدي يبقى بالفعل النهارده عندي صوره نموذجيه على. طيب سؤالي الاخير لحضرتك يا دكتور وائل، معلش اسالك عن، احنا بالفعل لما حاولنا نمشي الباعه الجائلين من وسط القاهره وكان النازلين الموظفين بينزلوا من المحاكم والمصالح الحكوميه المكتظه بها القاهره في منطقه وسطها، كانوا بيحبوا ينزلوا يلاقوا الولاعة ويلاقوا البامية اللي متقمعة والبسلة المتفصصة، احنا وديناهم ورميناهم في حتة زي الترجمان وغيره محدش بيعدي عليها خالص ورجعوا تاني. عشان كده بقول المره دي بقى الدوله بتحاول تعمل صوره كامله متكامله، ما بتحاولش تاخد خطوه وتبتدي تسيبها وظروف هي اللي تغيرها او تسوقها. بالظبط. احنا بنتكلم على اعاده تنظيم الوضع بالكامل. بشكرك جدا دكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، وارجو فعلا ان احنا نهتم يا جماعه بهذا الامر، لان انا رحت قبل كده اتشرفت بان انا صورت مع مدير المول او السوق بتاع الترجمان، ده مبنى ضخم جدا 7-8 ادوار ويمكن اكتر، مغلق لم يقبل عليها أحد، لأن لا في ناس بتعدي من هناك، مواصلات زحمة بشكل مش طبيعي، لا في مصالح حكومية قريبة ولا في رجل عشان تبيع، وفي الآخر طلع يعني رست على إيه؟ تجار الملابس واقفين قدام المول دوت والسوق ده بره برضو وتعالى بص برضو بنفس الطريقة بتاعتهم القديمة. أنا مش بلومهم، ده دورنا إحنا إن إحنا لما نقول لهم هنوديكم في حتة نوديهم في حتة منطقية، مش نوديهم في حتة معزولة. هم عارفين ان ما حدش هيقول لهم انتوا فين وتعالوا اشتري منكم، دي مساله مهمه. طيب تعالوا نروح لوزاره الداخليه اللي بتتواصل ضرباتها ضد جرائم غسل الاموال والاتجار غير المشروع في النقد الاجنبي وكشف الفساد الوظيفي. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع مع حضراتكم. تتواصل ضربات أجهزة وزارة الداخلية ضد جرائم غسل الأموال والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والفساد الوظيفي وتزوير المحررات الرسمية. في هذا الإطار
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي من 8 أشخاص بمطروح لقيامهم بغسل 80 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بشراء عقارات وأراضي بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة. وفي مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 3 تشكيلات عصابية بالقاهرة والدقهلية وسوهاج لإتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، حيث بلغ حجم تعاملاتهم في هذا النشاط طبقاً للفحص المستندي أكثر من 37 مليون جنيه. كما نجحت الإدارة في ضبط تشكيل عصابي بقنع لإتجاره في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبلغ حجم تعاملاتهم طبقاً للفحص المستندي 10 ملايين جنيه، حيث يقوم عناصر التشكيل بتجميع مدخرات المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالبلاد بالعملة المحلية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وعلى صعيد مواجهة جرائم الفساد الوظيفي، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظفين بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج استغل موقعهما الوظيفي وقام بالتواطؤ مع أحد الأشخاص بتمكينه من بناء عقار سكني على أرض ملك الدولة من خلال إثبات أن الأرض خاصة به ولا مانع من استخراج رخصة بناء عليها خلافاً للحقيقة، وهو ما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير. كما ضبطت الإدارة موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالإسماعيلية استغل موقعهما الوظيفي ومكن أحد الأشخاص من بناء عقار سكني على أرض زراعية بدون ترخيص ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة، وهو ما أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير. وفي إطار التصدي لجرائم تزوير المحررات الرسمية، نجحت الإدارة في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغب الحصول عليها نظير مبالغ مالية، كما تم ضبط المستندات والمعدات الدالة على نشاطه الإجرامي. وفي الإطار ذاته، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث لقطاع الأحوال المدنية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة يقوم بتزوير المستندات والأختام الخاصة ببعض الجهات الحكومية وترويجها على المواطنين راغب استخراج بطاقات الرقم القومي بمهن وعناوين مغايرة للحقيقة نظير مبالغ مالية. وتم ضبط الأدوات والأجهزة المستخدمة في التزوير والمستندات المزورة. اليوم تعاقدت مصر مع شركة سامسونج العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي أو التابلت الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي في مصر لصالح وزارة التربية والتعليم بحضور رئيس مجلس الوزراء ومجموعة من الوزراء والمسؤولين. الاتفاق يتضمن إنشاء مصنع بمنطقة بني سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار وبدء التوريد من مصنع التابلت اعتباراً من عام 2022. الشعار المكتوب على التابلت عبارة صنع في مصر لأول مرة. دكتور عصام الجوهري أستاذ نظم المعلومات والتحول الرقمي وعضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي، مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك وازي السادة المشاهدين. دكتور عصام، يعني توطين الصناعات الدقيقة اللي زي صناعة التابلت أعتقد ده شيء كله مكاسب في فرص العمالة ونقل النو هاو اوف تكنولوجي ازاي بيصنعوا وتدريب المهندسين المصريين. يعني الموضوع انا عايز اعرف تقييم حضرتك لهذا المصنع وهذه الخطوة من جانبنا. والله يا فندم هي خطوة جيدة جدا وممتازة للمجتمع المصري وللصناعة المصرية. زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي توطين الصناعة او نقل مصنع من المصانع او انشاء مصنع من المصانع بنستفيد منه فوائد كثيره جدا. اولها طبعا ان انت دخلت استثمارات اجنبيه للصناعه أيوة. المصريه ده 30 مليون دولار، يعني مش رقم عادي كمان. ده صحيح يا فندم، حوالي 500 مليون جنيه بيتم انشاء بهم مصنع، فده معناه على طول مباشره فرص عمل سواء للمهندسين او للعماله، وده معناه توطين لصناعه الالكترونيات، ده معناه ان انا ممكن كمان بعد كده بعد ما اعمل عمليه توطين اروح لعمليه تعميق الصناعه. لكن خلينا استكمل بس الفوائد. لا الاول قول لي تقصد ايه بالتعميق؟
قبل ما نسيبها. هقول لحضرتك التوطين ان انا زي ما حضرتك قلت ان انا انقل الصناعه الى بلدنا. تمام. رقم واحد، وان يكون في نو هاو معروفه بقت عندنا. تمام. ده اسمه توطين، اللي هي اسرار اسرار تصنيع الشيء يعني، عشان برضو عمالين نقول بالانجليزي. والتدريب عليها، وان يبقى في قدره لان يكون عندنا مصنع متكامل قادر ان ننتج ده. ده اسمه. تمام. التوطين، نقل التكنولوجيا عندنا، ده اسمه التوطين. اما التعميق فهو ان المنتج اللي انا بنتجه ده وليكن بيتكون من 50 منتج فرعي. التابلت ده فيه شاشه وفيه شاسيه طبعا، ومايكرو بروسيسورز ومفاتيح وحاجات وكرتونه وخلافه. كل الاجزاء دي لو في مجموعه من الاجزاء منها قدرنا نعملها عندنا، ده اسمه تعميق. الصناعات المغذيه يعني. تمام. الصناعات المغذيه زي ما بدانا نعمل في العربيات وكده. تمام. بالظبط يا فندم. بالظبط. ودي اسمها مستلزمات الانتاج والصناعات المغذيه لنفس هذا المنتج. فالتوطين بيجي بعده بعدين مباشره تعميق. هاي. البعد الاستراتيجي والفائده الاستراتيجيه المهمه ان بعد التوطين ان شاء الله ان هيبقى عندنا كمان تعميق. هاي. وطبعا عندنا مجموعه من المصانع المحترمه اللي موجوده في مصر في المنتج الحربي، مصنع بنها، بعض مصانع القطاع الخاص اللي موجوده في اسيوط. كل ده هيقدر يستفيد من اولا من التوطين، ثانيا انه يقدر يعمل على انه يعمل تعميق، انه ممكن هم يصمموا مجموعه من المايكرو او الدوائر الكهربائيه او الشاشات مثلا على سبيل المثال. احنا عندنا طبعا في حاجات كتير، والمفاتيح اللي موجوده في الجناب وفي الكيبورد وحاجات كتير. تمام. مظبوط. طيب يا فندم. دكتور عصام، خليني اسالك عن تعليقك على وجود هذا المصنع الضخم في مدينه بني سويف. اكيد ده ليه دلاله. له دلاله. اولا شركه سامسونج اوريدي موجوده هناك بالفعل في بني سويف، وعندها مصانع للتلفزيونات وخلافه، فطبعا ده هيبقى جوه المجمعات الصناعيه اللي موجوده هناك تحت ادارتهم. اثنين، ده موجود في الصعيد، وبالتالي طبعا كلنا عارفين ان كان معدلات البطاله في الصعيد مرتفعه شويه عن اللي موجوده في وجه بحري وفي القاهره المركزيه، فبالتالي هيتيح فرص عمل لاخواننا في الصعيد. وجود المصانع هناك كمان هيبقى يوفر تدريب للعماله الموجوده في منطقه الصعيد. 500,000 تابلت سنوي، ده رقم مش ده طبعًا. احنا ممكن بعد كده نزود الانتاج ونبيع في منطقه افريقيا. مصر طول عمرها بوابه للبيع جوه افريقيا. هل في تصور يا دكتور لعدد المهندسين والعمال المصريين اللي مطلوبين او اللي موجودين في هذا المصنع من اجل ان احنا نلتزم بميعادنا ونبتدي نستلم في 22 فعلا؟ لا، حقيقة أنا لا أعلم الدراسة التشغيلية اللي فيها عدد العمال لهذا المصنع. لكن في تصور حضرتك عشان تنتج الكمية دي نعملها مسألة هندسية عشان تنتج الكمية دي والمصنع في سنة. آلاف، هي أرقام بالآلاف أكيد يا فندم. أرقام بالآلاف. أرقام بالآلاف. أسر، آلاف من الأسر هتبقى مستفيدة طبعا من هذا المشروع. هايل. والأهم، كمان بعد ده كله إن يطلع المنتج بتاعك مكتوب عليه ميد إن إيجيبت، فده في حد ذاته كمان حاجة قيمة مضافة للبلد. إحنا عندنا طائفة كبيرة في مصر يعني من دلوقتي مستعدة تتعاقد على الشراء طالما هيبقى بيستد كده ميد إن إيجيبت، صنع في مصر. طبعا يا فندم، والسوق المصري كبير ويستوعب ذلك، وكذلك طبعًا السوق الافريقي. بشكرك يا فندم جدا، دكتور عصام الجوهري استاذ نظم المعلومات والتحول الرقمي، عضو الهيئه العلميه بمعهد التخطيط القومي، وايضا مساله ان مصر بوابه افريقيا اللي قالها سريعا كده في الاخر دكتور عصام، دي مساله مهمه جدا. انت خلاص بقى دلوقتي الحاجه اللي بتعملها مفيش حاجه اسمها نفكر نصدر، خلاص تحطت في ترتيبك وفي حساباتك افريقيا محتاجه قد ايه من اي حاجه انت بتعملها او بتنتجها. طيب تعالوا نروح لليوم العالمي للحياة البرية. مصر بتشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للحياة البرية اللي بيقام هذا العام تحت شعار الغابات وسبل العيش، الاستدامة للناس والكواكب، بهدف رفع الوعي البيئي بأهمية الحياة البرية في العالم والحد من الأخطار التي تهدد بقائها، ومكافحة الإتجار الغير مشروع لتفاصيل الحياة البرية. الحقيقة احنا عندنا بعض المحميات في مصر زي محمية وادي دجلة، وعندنا بعض الأماكن اللي بنحتفظ فيها بفصائل نادرة من الحيوانات، من الطيور، من الأشجار، من النباتات، من الورود، وده كله حماية للبيئة. عايزين نشتغل أكتر في مثل هذا اليوم والاحتفالات بتاعته. دكتور عبد المسيح سمعان، وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئيه جامعه عين شمس، مساء الخير عليك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم، زي حضرتك، واهلا بالشباب المشاهدين. دكتور عبد المسيح، يعني الناس طبعا لما تسمع غابات تقول لك هو احنا في كاليفورنيا ولا ايه؟ يعني امكانيات مصر من مما يخص
هذا اليوم الاحتفال بالحياة البرية إيه؟ هو احتفال مصر واحتفال العالم بالحياة البرية ده بيوافق نفس اليوم اللي اعتمدت فيه اتفاقية تنظيم الإتجار في الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالإنقراض، وده كان من سنة 1973. شعار هذا العام الاستدامة للناس والكواكب، والاستدامة معناها أن يظل المورد موجود، إحنا ناخد منه في هذا الجيل ويستمر لأجيال قادمة. طبعا هو كل الحكاية. طب اسمح لي يا دكتور، موضوع الكواكب ده مقصود بيه يعني انه الانفايرمنت، ان احنا نحافظ على البيئة من خلال الحياة البرية اللي بتساهم في اتزان الكون؟ بالضبط، هو ده المقصود، ان احنا بنساهم، لان هو كل شيء خلقه ربنا له فائدة في البيئة. صحيح. حتى لو احنا ما اعتقدناش ان له فائدة، لكن هو له فائدة بس احنا مش عارفينها يعني. طبعا كل الفكرة ان ده نوع من انواع التنوع البيولوجي. فالتنوع البيولوجي بيشمل كل الكائنات الحية الحيوانية والنباتية والدقيقة داخل النظم البيئي. تمام. فكلمة الغابات ده جزء من النظام البيئي وجزء من الـ 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 الحياة على الارض بشكل عام. طيب انا بشكرك يا فندم. العفو. جزيل الشكر دكتور عبد المسيح سمعان، وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس. أروح مع حضراتكم لآخر أخبارنا النهاردة، كلمكم فيها عن للأسف انهيار إيرادات السينما المصرية. طبعا احنا بنتكلم في مسألة يعني العالم كله طبعا بتنهار إيراداته في كل حتة، وخصوصا في السياحة الثقافية اللي من ضمنها السينما والمسرح. إيرادات الأفلام السينمائية المعروضة في ماراثون السينما الحالي بتنهار بشكل ملحوظ. الأفلام السبعة اللي معروضة حققت كلها 194 ألف جنيه فقط، طبعا دي مأساة. فيلم وقفة رجالة حقق 158 ألف، ماجد الكدواني سيد رجب. فيلم قبل الأربعين جميل برسوم ولبنى ونس حقق 14 ألف جنيه، بس احنا سعداء ان صديقنا وأستاذنا وزميلنا الفنان الكبير الرائع جميل برسوم، ان شاء الله نسعى يكون معانا قريب، بقى بطل في السينما. دي ميزة. لو لم تنهار الإيرادات لم تصعد نجوم جديدة، حتى لو كان مش بالضرورة نجوم جديدة بمعنى نجوم شباب، لكن حد بيتحط لأول مرة بعد ما أثبت حد فنان كبير زي جميل برسوم خلال 10-15 سنة موجود في أهم المسلسلات والأفلام في أدوار بطولة لكنها ليست مطلقة، بعد هذا الإثبات للوجود يبقى بطل فيلم سينما. عندنا كمان فيلم شاومينج ب 4986 جنيه، ده بيومي فؤاد صلاح عبد الله الفنان الجميل صلاح عبد الله، بيتناول زهرة الغش طبعا في الثانوية العامة. شاومينج بيغشش الثانوية العامة، مفيش أشهر من كده. حتى فيلم ريما اللي بيتقاسم بطولته الفنان النجم الغناء العائد محمد ثروت مع مايا نصري ما حققش غير 3570 جنيه. الفيلم الخطة العايمة أول بطولة مطلقة في السينما للفنان علي ربيع الكوميديان الشاب حقق فقط 10000 جنيه، واضح طبعا دي إيرادات أسبوع أو يمكن يوم بس. بينما حصل فيلم الصندوق الأسود بطولة منى زكي ومحمد فراد إيرادات امبارح، دي إيرادات امبارح، زعلان من الرقم مش هقدر أقوله. فيلم منى زكي ومحمد فراج 90 جنيه، صحيح ده لازم أقوله مكتوب على الشاشة، نبهوني وأنا باصص هنا. وفيلم أخيرا عفريت ترانزيت 1075 جنيه من إخراج ياسر هويدي بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت. يبدو أن محمد ثروت ده ممثل كوميدي شاب، ما هواش المغني محمد ثروت اللي أنا تصورت أنه هو عاد السينما مرة تانية. أشكركم جدا، أتمنى مزيد من الانتشار والجمال والرقي للسينما المصرية في الفترة القادمة بعد عودة السينمات بقوة إن شاء الله بعد السيطرة على جائحة كورونا. هسيبكم مع دقائق قليلة، نعود بعدها لإعادة الانضباط للشارع المصري، خليكم معنا.